الجولة الرياضية من أونلايف، أهلا بكم. إلى التفاصيل، توج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأسباني على حساب غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 5 أهداف لهدف في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا. وكان ريال مدريد قد حقق فوزا مستحقا في الذهاب بنتيجة 3 أهداف لهدف على أرضية ملعب كامب نو قبل أن يكرر الفوز بثنائية نظيفة بملعب سانتياغو برنابيو. وسجل الفريق الملكي في لقاء الإياب ماركو إسينسيو من تسديدة صاروخية، والفرنسي كريم بنزيما ليقود الريال في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى لقب السوبر 10 في تاريخ النادي. وجمع ريال مدريد لقبي السوبر الأوروبي والأسباني بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي، وينتظر بعد أشهر لقب بطولة كأس العالم للأندية ليكمل الخماسية. دخل اللاعب الأسباني الشاب ماركو إسينسيو نجم فريق ريال مدريد الأسباني تاريخ مباريات الكلاسيكو التي أقيمت في كأس السوبر الأسبانية، حيث أصبح ماركو رابع لاعب يسجل في مباراتي الذهاب والإياب في الكلاسيكو الأسبانية، وكان أول من سجل ذهابا وإيابا في كلاسيكو السوبر هو إيفان زامورنو عام 1993، ثم راؤول غونزاليس في عام 1997، وكريستيانو رونالدو عام 2012، وماركو إسينسيو خلال هذا العام. ويعد الهدف الذي سجله ماركو في الدقيقة 3 من مباراة الإياب هو الأسرع لريال مدريد في مباراة الكلاسيكو منذ هدف كريم بنزيما الذي سجله عام 2011 في 2:22. تعتزم لجنة الحكام في إسبانيا فتح تحقيق بشأن التصريحات التي أدلى بها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسبانية حول الاستياء من العقوبة التي تم توقيعها على رونالدو. ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا، فإن بعض المصادر من لجنة الحكام قال إنه سيتم التحقيق في تصريحات زيدان، ومن الممكن أن تتم معاقبة المدرب الفرنسي بفرض غرامة مالية عليه. وكان المدرب الفرنسي قد أبدى انزعاجه الشديد من عقوبة الإيقاف 5 مباريات الصادرة ضد نجمه البرتغالية بعد طرده ودفعه لحكم مباراة ذهاب كأس السوبر الأسباني أمام برشلونة، مطالبا المسؤولين في الرابطة الأسبانية بتخفيف هذه العقوبة. رغم قصر المدة وضيق الوقت، نجح بهدوء واتزان يحسده الكثير عليهما في قيادة ناديه لمنصات التتويج ليس مرة ولا اثنتين ولكن 7 مرات. إنجازات فريدة وتاريخ جديد كتبه ولا يزال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مع النادي الملكية، نستعرضه معكم في التقرير التالي. أعرب كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني عن الاستياء بعد التصديق على عقوبة إيقافه ل5 مباريات من جانب الاتحاد الأسباني لكرة القدم، واصفا إياها بالمبالغ فيها والمثيرة للسخرية. وأضاف اللاعب البرتغالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أنه من الصعب للغاية أن تتمالك نفسك في هذا الموقف. العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد تبدو له مبالغا فيها وسخيفة. وبدأ كريستيانو في تطبيق عقوبة الإيقاف اعتبارا من إياب كأس السوبر الأسباني أمام برشلونة، كما سيغيب عن مباريات ديبورتيفو وفالنسيا وليفانتي وريال سويسيداد في الدوري الأسباني. أعلن هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أوغندا المقبلتين في الجولتين 3 و4 من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والمقرر لهما يومي 31 من أغسطس الجاري بكامبالا والخامس من سبتمبر المقبل ببرج العرب. وضمت القائمة أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشناوي
الشناوي وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ وأيضا محمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي. وكشف أسامة النبيه المدرب العام للمنتخب أنه سيتم مخاطبة نادي بيدفست الجنوب إفريقية لضم عمرو جمال بعد قرار الجهاز الفني استبعاد عمرو وردة. يذكر أن المنتخب الوطني سيغادر القاهرة متوجها إلى أوغندا يوم 29 من أغسطس الجاري. غادرت بعثة منتخب مصر للمحليين برئاسة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لمواجهة منتخبه للمحليين في إياب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن تقام المباراة في 9 مساء الجمعة المقبل على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وتعود البعثة إلى القاهرة في تمام 2 ظهر اليوم التالي للمباراة. يذكر أن هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول كان قد سفره أو قد أكد سفره اليوم للمغرب لحضور المباراة من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين تمهيدا لضم بعضهم لمعسكرات المنتخب المقبلة. وكان منتخب المحليين قد تعادل مع المغرب في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي على استاد الأسكندرية. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مد فترة تقديم الأندية للقائمة المحلية الأولى في عملية القيد للموسم الجديد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وكان من المقرر أن تنتهي فترة تقديم القائمة الأولى اليوم، إلا أن اتحاد الكرة رأى ضرورة المد حتى يكون هناك متسع زمني للأندية، خاصة أن الموسم المنقضى انتهى رسميا أمس الثلاثاء بنهاية مسابقة كأس مصر التي فاز بلقبها النادي الأهلي بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف. شارك حسام غالي في تدريبات فريقه النصر السعودي للمرة الأولى مساء أمس عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياضة. بدأ ريكاردو غوميز مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر التدريبات بالترحيب بانضمام الثنائي حسام غالي ومحمد فوزير للفريق، وتمنى أن يكون إضافة فنية متمنيا لهما ولجميع زملائهما التوفيق. كانت أعداد جماهير النصر السعودي وعدد من الجالية المصرية بالمملكة قد احتشدت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستقبال الدولي المصري حسام غالي ليبدأ مشواره مع نادي النصر. وكان في استقبال غالي حمود الشهري مسؤول العلاقات العامة بالنادي السعودي، ويعود غالي إلى النصر للمرة الثانية بعد أن خاض تجربة احترافية معه في عام 2009. طلب عمرو جمال مهاجم فريق النادي الأهلي مساندة جماهير ناديه خلال الموسم المقبل الذي سيشهد أول تجربة احترافية له مع فريق بيد فيستا ويتسا الجنوب إفريقية. وفي رسالة وداع كتبها عبر حسابه على إنستغرام قال مهاجم الأهلي إنه تعلم الكثير داخل الأهلي وتربى على مبادئ هذا الكيان، وهذا ما جعله يلتزم الصمت سواء في فترات فرحته بالمشاركة في المباريات أو غضبه بعدم تواجده في الملعب. ووجه عمرو جمال الشكر لكل من ساعده خلال الفترة الصعبة التي مر بها من لاعبين وأجهزة فنية، مطالبا جماهير الأهلي بالوقوف خلفه في الفترة المقبلة لأن هدفه الأساسي من الإعارة لبيديفست هو العودة لمستواه قبل الإصابة ليعود مرة أخرى ويضيف الكثير للفريق الأحمر. يذكر أن عمرو جمال شارك بديلا في مباراة الأهلي والمصري وتمكن من إحراز هدف التعادل للأهلي بضربة رأس رائعة قبل أن يضيف أحمد فتحي هدف الفوز والتتويج بالكأس. قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى تجربة الصفقات الجديدة وبعض اللاعبين الناشئين خلال المباراة الودية المقرر لها اليوم أمام فريق كهرباء القاهرة في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد. وتضم صفوف الزمالك في الوقت الحالي العديد من الوجوه الجديدة أبرزهم الكونغولي كابونغو كاسونغو والغني إيشيمبونغا والإيفواري سيسيه وأحمد داوودا وصلاح عاشور وأحمد مدبولي وأحمد مجدي وأيضا يوسف أوباما، بخلاف بعض اللاعبين الناشئين الذي تقرر تصعيدهم في الآونة الأخيرة.
وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على بيع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم صلاح ريكو وحسني فتحي ومحمد مسعد لفريق مصر المقاصة، وتم منح الاستغناء للاعبين الثلاثة بعد سداد مستحقات الزمالك. يأتي هذا في الوقت الذي حصل النادي على الاستغناء الخاص بمحمد رمضان لاعب بتروجيت إلى نادي الزمالك عقب إتمام الاتفاق في وقت سابق. واتفق الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى مع محمد رمضان على موعد الانضمام لتدريبات الفريق، حيث سينتظم اللاعب في التدريبات بداية من يوم السبت المقبل. قرر البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك اعتزال اللاعب دوليا بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة مع منتخب بوركينا فاسو، ولعب كوفي 44 مباراة دولية مع منتخب بلاده أحرز خلالها هدفين. وأكد أن اعتزال اللاعب دوليا جاء لمنح فرصة للاعبين الشباب في بوركينا فاسو خلال السنوات المقبلة وبناء جيل جديد منهم. وعاد محمد كوفي لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي، لكن النادي الأبيض قرر رحيله مرة أخرى لعدم وجود أماكن بالقائمة البيضاء للاعبين الأجانب. نفت إدارة نادي سموحة السكندري ما تردد بشأن الاستغناء عن مدافع الفريق محمود عزت خلال الفترة الحالية للنادي الأهلي، ونشر النادي السكندري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: إنه يصله العديد من الرسائل، بعضها يتساءل عن محمود عزت والآخر يهاجم لبيع محمود عزت، لذلك وجب التنويه بأن محمود عزت ليس معروضا للبيع ولن يباع. وأكد النادي أنه غير مسؤول عن التصريحات المتداولة، خاصة أن اللاعب مستمر مع فريقه ولا نية للتفريط فيه لأي ناد كان محليا أو أجنبيا. يعتزم النادي الفيصلي استئناف العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد العربي لكرة القدم على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مباراة مع الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية بحسب التصريحات الصادرة من النادي الأردني. وكان الاتحاد فرض عقوبات قاسية على النادي شملت غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار وإيقاف مدير الفريق سليمان أحمد العساف عامين وخمسة لاعبين عاما واحدا، وتحميل النادي تكلفة الأضرار التي لحقت باستاد الأسكندرية على هامش المباراة التي انتهت بفوز الترجي التونسي 3-2. وقال رمزي أبو السندس أمين سر الفيصلي: إن إدارة النادي تعكف على تحضير ملف استئناف كامل لإرساله إلى الاتحاد العربي، حيث يمكن للنادي استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط في الاتحاد خلال مهلة 4 أيام. وأشار أبو السندس إلى أن الفيصلي مندهش من قسوة العقوبات، معتبرا أنها شملت لاعبين لم تتأكد بعد من مشاركتهم في الاشتباكات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. باريس سان جيرمان يبيع 10,000 قميص للبرازيلي نيمار خلال يوم واحد. أهلا بكم من جديد. في سياق النشرة مرة ثانية، يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سينجح قريبا في استعادة المبلغ الخيالي الذي دفعه من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفيا من برشلونة الأسبانية، والذي وصل إلى 222 مليون يورو، وذلك بعدما تمكن من بيع أعداد كبيرة من القمصان التي تحمل اسمه خلال يوم واحد فقط. وذكرت صحيفة ذا سان الإنجليزية أن باريس سان جيرمان تمكن من بيع 10,000 قميص تحمل اسم نيمار خلال يوم واحد فقط مقابل 140 جنيها استرلينيا للقميص الواحد، وهو أكثر ما تم بيعه للنجم الأرجنتيني أنخيل ديماريا خلال عامين. وبالنظر إلى ما نجح سان جيرمان في بيعه من قمصان نيمار خلال يوم واحد، فإن التكلفة الإجمالية تصل إلى 1,400,000 جنيه استرليني، أي أنه قد يتمكن من استعادة الأموال التي دفعها للتعاقد معه لو نجح في بيع نفس الكمية خلال أقل من 5 أشهر.
نفى ليوناردو جارديم مدرب موناكو الفرنسي معاقبة كيليان مبابي المطلوب من أندية كبرى أو من أندية كبرى، مؤكدا أنه يقيه على مقاعد البدلاء في المباريات بهدف حمايته، خاصة أن اللاعب ليس جاهزا بشكل كامل وليس في أفضل حالاته. إننا لا نعاقب لاعبين أبدا، هذه الكلمة غير واردة في قاموسنا. يمكن أن نقول حماية، عندما تحصل كل هذه الأمور حول شاب في 18 من عمره تصبح مسؤوليتنا حمايته. عدم اشراك مبابي أمام ديغون كان قرارا من النادي، وهذا يعني مني ومن نائب رئيس النادي الروسي فاديم فاسيليف ومن المدير الرياضي أنطونيو كوردو، وهدفنا حماية الجميع، اللاعب والنادي. مبابي ليس حاضرا 100%، فهو ليس في أفضل حالته، وهذا طبيعي للشاب في 18 من عمره. حتى أنتم أيها الصحفيون، إذا عرضت عليكم صحيفة جديدة عقدا تحصلون بموجبها على راتب يوازي 15 ضعفا مما تحصلون عليه، لن تتمكنوا من التركيز أثناء كتابة مقالاتكم. خضع لاعب الوسط الفرنسي الدولي بليز ماتويدي لفحص طبي في مدينة تورينو الإيطالية تمهيدا للانتقال إلى نادي يوفنتوس بطل الدوري المحلي في كرة القدم قادما من باريس سان جيرمان. ونشر النادي الإيطالي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لماتويدي يظهر في إحداها لدى وصوله إلى مطار المدينة، ويحمل في أخرى وشاحا عليه اسم النادي وشعاره. واستقبل في المطار، وقال النادي عبر حسابه على موقع تويتر إن ماتويدي وصل بهدف الخضوع للفحص الطبي. وكانت تقارير صحفية إيطالية أفادت في وقت سابق بأنه بات على مشارف الانضمام إلى يوفنتوس. اقترب أشبيلييه الإسباني من التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيقه فوزا غاليا خارج الديار على مضيفه باشاك شهير التركي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالبطولة، وفي الجولة التي حقق نابولي الإيطالي فوزا مستحقا على ضيفه نس الفرنسية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان باولو. كما حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا صعبا على ضيفه ريكا الكرواتي بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كاراياساكي. فيما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور الفاصل من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أن الدوري الإنجليزي هو أكثر دوريات مشاهدة في العالم، مؤكدا سعي فريقه للفوز بالألقاب الأوروبية لمنافسة الفرق الأسبانية التي سيطرت في السنوات الأخيرة على البطولات الأوروبية. الإثارة والمتعة هي مشاهدة الدوري الإنجليزي، فهو أكبر دوري تتم مشاهدته حول العالم، وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية والمادية فهو الأفضل على الإطلاق، ويعد الدوري الإسباني هو الأفضل فيما يتعلق بالنتائج، حيث شاهدنا ما حدث خلال السنوات السبع الماضية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر عندما فازت الفرق الإسبانية بتلك البطولات. سنسعى لتقليل الفجوة مع الفرق الإسبانية.